تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 انطلق أمس بولاية وهران نصف ماراثون للبطولة الجزائرية، وهذا كمرحلة تجريبية للحدث المتوسطي بمشاركة أكثر من 170 رياضي ورياضية من مختلف ولايات الوطن. التصريحات رصدتها سارة فرندي وابن سامير سفيان. حصلت على المرتبة الأولى وهذا بكل جدارة واستحقاق وبكل أريحية، ونشكر القيادة العسكرية من بينها من أعلى رتبة إلى آخر رتبة. اليوم توجت بهذا السباق، كنت طامح لتحقيق الحد الأدنى ساعة وثلاث دقائق، والحمد لله يعني كنت حابة أن ندير وقت أحسن، بصح ما ساعدنيش الحظ باسكو كان باركور واعر بزاف، فيه بزاف ليكوت، يعني ماشي ما يقدرش أي عداء يدير بيرفورمانس مليحة. يعني الحمد لله يعني اللي فزت بهذا السباق، ونقول لكم يعطيكم الصحة. السباق العلوم كان مليح، كانت النخبة الفريق الوطني هنايا، المسلة كانت صعيبة شوية 16 كيلومتر، الحمد لله المهم التوفيق من عند الله وزاهي. في هذا المكان اللي راكم تشوفوا فيه عندنا مشاركة أكثر من 730 رياضي ينتمي إلى جل ولايات الوطن، عندنا فيهم 100 امرأة مشاركة، وإن شاء الله يعني تكون يعني المرحلة هذه اللي تعتبر مرحلة تجريبية، يعني ماشي غير من الجانب الهيكلي وكذلك حتى من الجانب البشري، حتى يعني نكونوا يعني على أتم الاستعداد إن شاء الله لألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2022.